السلام عليكم لفان، جون بوز غوماند عليك اسماء. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة تحلية تشيز كيك بالفانيلا والشوكولاتة. وصفة كتير لذيذة وبنينة وسهلة في نفس الوقت، ما تحتاج الى فرن. نتمنى يا رب انكم تبدأوا معايا طريقة التحضير وتجربوها وتعجبكم. اولا نحن نبدأ بتحضير طبقة البيسكوي. انا هنا خديت 8 حبات بيسكوي، انا استعمل دايجستيف، كمية من الزبدة مع كمية من الكاكاو. من بعد خديت هادوك يعني البيسكوي تاعي، درتو في كيس وبديت نضرب فيه بالحلال تاعي ولا بالحليول حتى تحصلت على بودرة. يعني هذه البودرة ما تكون ناعمة بزاف وما تكون خشينة في نفس الوقت، يعني حين تحصلوا على جزء من البيسكوي راح يترحلنا ويولي ناعم وجزء آخر راح يقعد حبيبات. هاد يعني هاد لا تيكستور تاع لو بيسكوي راح تعطينا قرمشه كي نكونو ناكلو فيه، وراح يكون كتير لذيذ. من بعد حكمت كميه الزبده تاعي ذوبتها وفي اناء درت هذاك لو بيسكوي اللي كنت رحيتو. من بعد زدت له ملعقه صغيره معمره مليح من الكاكاو. يعني هاد المرحله اختياريه، اللي يحب يزيد الكاكاو واللي يحب يخليها على ذوق يعني عادي ولا ذوق الفانيلا، كيما اللي يحب يستعمل من الاول بيسكوي بذوق الشوكولا يرحيه بلا ما يزيد له كاكاو. انا اليوم هذا لو بيسكوي اللي كان عندي في البيت حبيت نعطي له ذوق الشوكولا، فزدت له ملعقه صغيره من الكاكاو. من بعد ضفت له هذيك الزبده وحركته، تاكدت ان هذيك الزبده دخلت مع جميع قطع البيسكوي، وبديت نفرق فيه في الكؤوس تاعي ولا في الغامكان. انا اليوم هنا استعملت 6 كؤوس. الكؤوس تاعي بحجم متوسط، يعني ما راهم كبار بزاف ما راهم صغار بزاف. ننصحكم انكم تستعملوا هذا الكؤوس صغار، لانه تشيز كيك يعني بنوعه ثقيل شويه مع غاناش شوكولاته راح يعني يقهم. يعني اذا درتوه في لي غامكان كبار ما حينش تقدروا تكملوا وحده، يعني من الاحسن انكم ديروا في لي غامكان صغار وكل واحد يدي على قيسه. من بعدها انا حين نبدا نحضر في طبقه الكريم تشيز ولا طبقه يعني الجبن، انا هنا خديت 200 غرام من الجبن الكريمي فيلادلفيا. يمكنكم استعمال فيلادلفيا، يمكنكم استعمال كيغي، يمكن استعمال جبن الماسكاربون. وتاني كل الاخوات اللي في الجزائر على بالي راح يساعدكم انكم تخدموا هذه الوصفه بلو بتي سويس ولا بالفرماج ريجيم، راح يكون عندكم نفس النتيجه صدقوني. من بعد ضفت لها ملعقه كبيره من سكر بودرة ولا سكر غلاس، ضفت لها الفانيلا. هنا كمية السكر ترجع ليكم. أنا يعني بنوعي ما نحبش حاجة تكون حلوة بزاف، يعني ملعقة كبيرة هذه كانت كافية. والأخت تدوق، إذا شافت أنها يعني تحب الحلاوة أكثر تضيف كمية أكبر من السكر. من بعد أنا بالمضرب يعني الكهربائي خفقت مليح هذاك الجبن الكريمي تاعي مع السكر مع الفانيلا، كي شتهم يعني تجانسوا مع بعض وما بقاش كاين حبيبات، ضفت لهم 100 مليلتر ولا 100 غرام من الكريمه السائله لا كريم فريش ليكيد. الكريمه السائله تاعنا تكون بارده بزاف، لازم نخرجوها من الثلاجه. انا هنايا كي وزنت يعني جاني اكثر من 100 مليلتر، نقصت شويه كيما شتو. من بعد خفقتهم مباشره بالخلاط الكهربائي، قعدت نخفق فيهم حتى الكريمه تاعي طلعت لي شوية وتقالت. لكن من المهم ما تخفقوهاش حتى تيبس بزاف، إذا يبست لكم بزاف راح تجيكم كتير صعبة باش ديروها في لي غامكان تاعكم. أنا هاوليك القوام اللي تحصلت عليه، يعني قوام كريمي. من بعد وزعتها فوق طبقة البيسكوي اللي كنت حضرتها من قبل، وزعتها بطريقة متساوية باش يكونوا لي غامكان تاعنا عندهم يعني نفس الحجم ونفس لافينيسيون. انا هنايا بصت السطح، وفي هذه المرحله درتهم في الثلاجه ريحوا لمده نصف ساعه. تاكدت ان الحواف تاعي راهم قيين باش من بعد كي ندير يعني طبقه الغناش راح تجي باينه. وكما قلت لكم درتهم نص ساعه في الثلاجه حتى بردوا وشدوا روحهم شويه. في هذا الوقت انا نحضر الطبقه الاخيره واللي هي طبقه غناش شوكولاته. للطبقه هذه حين نحتاج 50 غرام من الشوكولاته السوداء مع 100 مليلتر ولا 100 غرام من الكريمه السائله. انا الكريمه السائله تاعي درتها فوق النار خليتها حتى غلات. من بعد فرغتها فوق هذيك الشوكولاته اللي كيما شفتوا معايا كنت قطعتها رقيقه، من المهم انكم تقطعوها رقيقه بزاف ولا ما راحش تذوب لكم. وغطيت عليها وخليتها ريحت لمده دقيقه
ولا 2 حتى 3 دقائق. كيما شفتوا من بعدها نحيت هذاك التبسي ولا هذاك الغطاء اللي كنت غطيت به وحركتها مباشرة، راح تشوفوا بأنه هذاك الوقت اللي خليناها تريح فيه راح يعطي وقت للشوكولاتة أنها تذوب بغرضها. وهذه هي أحسن طريقة لتحضير الغاناش، راح تخلي لكم الغاناش تاعكم لامعة وهذيك لابغيونس تاع الغاناش ما راحش تروح. من بعد درتها مباشرة فوق هذيك الطبقة تاع طبقة الجبن اللي كنت حضرتها، ونسيت ما قلت لكمش ملاحظة، أنا من بعد ما تحصلت على غاناش تاعي خليتها بردت لمدة 5 دقائق، لأنه قالوا كان ما خلوهاش تبرد ونفرغوها وهي سخونة فوق طبقة الجبن راح دوبلنا هذيك الطبقة ويدوبلنا هذاك الجبن، وما حينش نتحصلوا على طبقات باينة هكذا، الطبقات راح يتخلطوا مع بعضهم. وتاني حبيت نعطيكم ملاحظة، اللي ما حبش تستعمل غاناش في هذه المرحلة يمكن استعمال يعني فواكه طازجة، تقدروا تديروا انكولي يعني تحكموا الفواكه مع السكر المسحوق وتعصروهم مع بعض وديروهم من الفوق، تقدروا تديروا معجون الفراولة معجون التوت. في هذه المرحلة كل واحدة تزينها ولا تديرها على حسب الطريقة اللي حبت. انا اليوم يعني تبعت هذا، سيت ان ديسير يتباع عندنا، وهذا لو ديسير فيه لا جيلاتين يعني ماشي حلال، انا فضلت اني نحضره وحدي في البيت يعني بطريقتي الخاصه، وكنت نشاركها معاكم مع الاخوات يعني المغتربات ولا مع الاخوات اللي في الجزائر باش يذوقوا هذه التحليه اللي كتير بنينه وكتير لذيذه. انا خليتها في الثلاجه لمده زود سوايع، من بعد خرجتها من الثلاجه وقدمتها بالصحه والهنا. كيما راكم تشوفوا تحلية ما شاء الله عليها، يعني نغيروا شوية من التحليات اللي معتادين عليها، والطبقات باينين، وكما كنت تشوفوا طبقة القناش هذيك قاعدة تبريي وقاعدة لامعة وبردت ومنعشة وكتير لذيذة. ونتمنى يا رب انكم تجربوا هذه الوصفة في بيوتكم وتكتشفوا معايا يعني اذواق جديدة واذواق لذيذة. وهاي ليك يعني الكريمة تاعي شايدة روحها ما شاء الله، وطبقات باينة كما العادة. ونتمنى يا رب انكم تجربوا الوصفة وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، ما تبخلوش عليا يعني بديجا، ما تبخلوش عليا يعني زوروا قناتي على اليوتيوب اشتركوا فيها شجعوني. وسلام الى الوصفة القادمة ان شاء الله، شكرا دعواتكم.